أسعدتم مساء المشاهدين الأعزاء عبر شاشة الفجر الجديد في نشرة تفصيلية لأبرز الأخبار على الساحة المحلية والفلسطينية، ونبدأ نشرتنا الإخبارية باستعراض لأبرز ما جاء ضمن برنامج تولكرم اليوم. جدد أهالي الأسرى في محافظة طولكرم اعتصامهم أمام مقر الصليب الأحمر، وذلك اليوم الثلاثاء تضامنا مع أبنائهم الأسرى في سجون الاحتلال، ورفضا لسياسات الإهمال الطبي التي تمارس بحق الأسرى إلى جانب العزل الانفرادي الذي يأخذ مسارا جديدا مرادفا للاعتقال الإداري. ستنا وطنية، بدنا أسرى الحرية، ما بننسى هدول الناس، هم أصل الفدائية. وحياة العهد يا أسرى، وحياة شمس الحرية، ما بنتنازل عنكم والله، لو نلجك للبندقية. شدوا الهمة يا أبطال، قربنا ننهي المشوار، هينا ثابتين على القرار حتى تطلعوا لهالدار. إيد بإيد بنسنا عزم حتى تحرير الأبطال، مهما طالب ليالي الأسر رح نكسر هذا السجان. برفع راسي وبفتخر إني أصلي فلسطيني، خليها العالم تتعلم شو يعني معنى فلسطيني. من شطة حتى جلبوع، لا تبكي يا أم دموع، نهاية صامت بالزنزالة لا يكتب للمجد حكاية. من إيش الحتى الرمان، لو وصفوني بالمجنون راح اكتب بقلم حكاية لو كانت هي النهاية. في ظل هذا الصراع المحتدم الذي تقوده هذه الحكومة، حكومة نتنياهو، ضد كل أبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا أسران الأبطال، لكسر إرادة هذا الشعب، لكسر إرادة هؤلاء الأسرى، في ظل الأوضاع الباردة، في ظل عدم إدخال الملابس الشتوية، في ظل الإضراب الذي يخوضه بعض الأسرى وتحديدا الأسير موسى صوفان هنا من طولكرم، والأسرى المرضى. أنا برأيي أن على مؤسسات حقوق الإنسان في كل هذا العالم، على مؤسسة الصليب الأحمر أن تقول كلمة حق في هذا الموضوع، على الهيئات الحكومية والمحلية هنا في هذه المحافظة أن يكون هناك حضور أكبر وأضخم للتضامن مع أسرانا الأبطال، حتى يشعر هذا العالم أن هؤلاء الأسرى ليسوا لوحدهم. وأقول أيضا أنه ليس هناك كلام بعدما قال له هذا الشبل الفلسطيني ابن الأسير الرابض هناك في قلاع الأسر، بالتالي هو تحدث بلسان كل الشعب الفلسطيني، بلسان كل مناضل، بلسان كل أم أسير فلسطيني. هذه هي رسالتنا، أن الأسر هم سيبقوا عنوان هذه القضية حتى تحريرهم إن شاء الله. حمزة في سجن النقب، حمزة حلوب في سجن النقب محبوب معتقل لحد الآن، طبعا رافضين الزيارة له. وشغلة ثانية إنه إيده كمان مريض ورافضين العلاجه، لحد الآن ما حددولوش موعد مع الطبيب المختص لعلاج إيده اللي مكسورة، عساس إنهم يعيدوا تجبيرها. وطبعا مثله مثل باقي المعتقلين المرضى، في مثل ما تقولي عقاب جماعي للمعتقلين، تفتيشات دائمة، رفض بعض الزيارات، تفتيشات صعبة جدا على الأسرى وأهالي الأسرى، نقلهم من معتقلات لمعتقلات بسبب في سجون أغلقوها بسبب الأمطار والبرد. وسجن النقب طبعا برد قارص بسبب أنه سجن صحراوي، ورافضين يدخلوا الأغطية والملابس لحد الآن لحمزة ولغيره من المعتقلين. أكد رئيس قسم الدواجن في مديرية زراعة طولكرم خلو المزارع من إصابات إنفلونزا الطيور، وموجها جملة من النصائح والإرشادات للمزارعين للالتزام بها بعد حالات الاشتباه المؤخرة في قلقيلية وإعدام قرابة 5000 طير في جنين. تناكرت وسائل الإعلام بالنسبة إنه في موجود مرض إنفلونزا الطيور. للأسف كان مرض إنفلونزا الطيور موجود في داخل الخط الأخضر في منطقة الخضيرة، وتم من قبل الوزارة التحري على مسافة 10 كيلومتر هوائي اللي هي شملت عندنا منطقة طولكرم وقلقيلية ومنطقة جنين.
اللي هي المنطقة القريبة على الخط الأخضر، وبالتالي طواقم وزارة الزراعة في الميدان بتاخذ عينات من أجل الفحص والتأكد أنه عدم وجود إنفلونزا الطيور. لحد الآن منطقة تركيا ما في خالي من الأمراض، والعينات في المختبرات ما أجت نتيجة من المختبر. منطقة جنين أعلنوا حسب الأخبار وكالة الأخبار أنه بيقولوا في إنفلونزا الطيور فيها موجود، وراح تكون الوزارة بإعدام 4000 طير خلال الساعات القادمة في منطقة سيريس الإعلان عنها. أما منطقة تركيا خالي من الأمراض، بتم طواقم أخذ عينات وبالفحص الميداني. طبعا احنا كوزارة الزراعة نشدنا المزارعين عدة مرات، أخذ الحيطة والحظر وأخذ اتباع إجراءات الأمن الحيوي التي تضمن عدم وصول الأمراض البكتيرية والفطرية والفيروسية إلى داخل المزارع، بحيث أنه كل مزارع وضع السياج أو وضع شبك حول المزارع لعدم دخول الطيور البرية ودخول الحيوانات زي الحيوانات الضالة الكلاب الكلاب إلى دخول إلى منطقة المزارع، وبالتالي هاي يؤدي إلى نقل الأمراض. التخلص من الطيور النافقة بحفر حفرة في داخل المزرعة وطمرها بالطرق السليمة، وليس رميها في النفايات أو رميها في قرب المزارع لأنه تؤدي إلى انتشار الأمراض. التحافظ على المزارعين، المزارع يتم فيها إصابة أو يتم فيها أخذ عينات، يتم التحافظ على المزارع والعاملين الموجودين داخل المزارع من أجل عدم نقل العدوى إلى مزارع أخرى سليمة. عند مصادر المياه التأكد من عدم تلوث مصادر المياه، السيارات اللي بتكون بنقل الطيور من مزارع إلى مزارع أخرى أو تحميلها إلى الدواجن أو محلات البيع يتم التحفظ عليها ويتم تعقيمها في داخل المزارع في حالة وجود أي إصابة بالنسبة لنا في المنطقة. وبالنسبة لمنطقة تكون خالية من الأمراض، وبتم كل مزرعة بتم تسويق منها سواء حبش أو طيور أو أي شيء موجود فيها مشان تسويق، عملية تسويقها بتم فحصها والتأكد عدم وجود أي مرض عندنا موجود في المنطقة. بالنسبة لأسعار قطعان الدواني، طبعا أسعار قطعان الدواني بالانخفاض نتيجة أول شيء في عندنا عدة مشاكل، اللي هي أول عدم وجود سيولة مع المواطن نفسه. قبل يعني هاي 20 الشهر نزل الرواتب 60%، والناس يا دوب إنها إيش تقوم بعملية يعني سداد القروض بالنسبة للديون، وال يعني الإقبال هسه بصير زيادة في عندنا كميات عرض والطلب عليها قليل، وبالتالي ايش راح يتم انخفاض السعر. ومع تناكل وسائل الاعلام للامراض هاي المرض انفلونزا الطيور راح يتم انخفاض السعر وينخفض السعر، وبالتالي يؤدي لخساره بالنسبه للمزارع. احنا بنحن كدور وزاره الزراعه الحفاظ على المزارع وعدم تصريحات الا من قبل يعني صدور اي تصريح الا من قبل وزاره الزراعه، وليس اي وسائل اعلام الا من الوزاره يتم تصريح رسمي انه في حاله وجود اي انفلونزا، لانه في حاله خراب المزارع عندنا في منطقه تركيا في هسه موجود 20,000 طير حبش جاهزات للبيع، وعندنا 790,000 طير لاحم يتم تربيته داخل المحافظة هسه خلال الأيام بدون ما راح ينباع، وبالتالي يؤدي إلى حدوث خسارة اقتصادية للمزارعين، وها اقتصاد يؤدي إلى دمار اقتصاد قطاع الدواجن في حالة الوضعها. نظمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالتعاون مع مركز عبد العزيز الوادي للدراسات والبحوث لقاء حواريا قاده رئيس السفارة المسيحية الفلسطيني المفكر كيري ماكونتش. Well, I understand that the Palestinian problems are involved in many different aspects. There's many different parts to it. حسناً، أنا أستوعب مشكلة الفلسطينيين المتعلقة بالعديد من الأطراف والعناصر، وواحد منها هو الدين، ولذلك عندما يكون الدين جزء مهم في القضية يجب علينا احترام الاختلافات، لأن كل واحد منا له الحق في الاختيار. الدين يلعب دور مهم في الصراع لأنه حرف واختطف لترويج مصالح مجموعة على حساب الآخرين، وواحد من أهدافنا المساعدة في التعليم بصورة عالمية ومحلية وتحديدا في الدائرة المسيحية الأمريكية لحقيقة ما يقوله الكتاب عن حقوق الفلسطينيين وحقيتهم في هذه الأرض، وبهذا نأمل لتدمير هذا الجدار الفاصل بين شعوب مختلفة وأديان مختلفة. انطلقت في طولكرم ظهر اليوم سيرة تضامنية لنصرة الرسول محمد عليه أطيب الصلوات، رافعة شعارات المناصرة تحت عنوان فداك يا رسول الله. ونظم هذه المسيرة مجموعة من الشباب الفاعلين والناشطين في العديد من المجالات المختلفة في محافظة طولكرم، وذلك بعد نشر صحيفة شارلي إبدو الفرنسية لجملة من الرسومات المسيئة
للرسول عليه الصلاة والسلام. اليوم شكلنا مجموعة شبابية اليوم لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحمد لله رب العالمين، مش بحاجة لنصرة الإسلام أو للدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني التاريخ اللي بيظهر والسماح الإسلامي والدين الإسلامي بيوضح، بس احنا حبينا نعمل لفتة كريمة كمجموعات شبابية في مدينة طول الكرم ونلفت أنظار العالم إنه احنا كلنا مع الإسلام الحنيف. وكمان أخرى وقفنا شوي مع الأسرى وعملنا زيارة للأهالي، فإحنا كمجموعة شبابية اليوم نبين أنه إحنا كلنا متضامنين ومتعاضدين مع بعض للهجمة الشرسة اللي بهاجموها الدول الثانية الأوروبية على الإسلام والمسلمين بالتحديد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا من كلهم كما إحنا بنحترم الديانات الأخرى يجب عليهم احترام الديانات الأخرى. أما في أخبار البلد فقد عم الإضراب الشامل لهذا اليوم مدن وبلدات الداخل الفلسطيني استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا والجماهيرية العربية في الداخل المحتل للاحتجاج على استشهاد مواطنين على يد الشرطة الإسرائيلية. وقال جمال زحالقة النائب العربي في الكنيسة الإسرائيلي إن الإضراب هو خطوة من سلسلة خطوات تم إقرارها للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلية. هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال ترافقها قوة معززة من جنود الاحتلال فجر هذا اليوم في بلدة العيسوية منزلا بحجة البناء دون ترخيص. وأكد شهود عيان أن عملية الهدم تمت دون سابق إنذار، لافتا إلى أن الشقة كانت قيد الإنشاء وتبلغ مساحتها الإجمالية 200 متر مربع. نظمت جمعية تنمية وإعلام المرأة بالشراكة مع مؤسسة إنيرا ضمن خطوات دمج النوع الاجتماعي وحملات التوعية ورشة عمل حول قنوات تصريف مياه الأمطار بين الفوائد والمخاطر بحضور عدد من المؤسسات المسؤولة والشخصيات المجتمعية. دورنا بالمشروع كان هو العمل على إدماج النوع الاجتماعي في كافة مراحل المشروع سواء التنفيذ أو التخطيط أو التصميم، بالإضافة إلى رفع التوعية اللي هو هدف لقائنا اليوم في بلدية كباطيا. بلدية كباطيا حصلت على مشروع قنوات تصريف مياه الأمطار الممول من USAID والمنفذ من قبل مؤسسة أنيرا. حفاظ على المشروع هو تنمية الحس المجتمعي لجميع أفراد المجتمع في الحفاظ على المشروع، وضع آليات لمتابعة استدامة المشروع والخروج بمبادرات من الناس المؤثرين والمؤثرات اللي شاركوا معنا اليوم في اللقاء ليتبنوا آليات ومبادرات للحفاظ على المشروع واستدامته. المشروع كثير عظيم والحمد لله رب العالمين، لما أنجزناه خفف علينا كبلدية أعباء كثيرة، لأنه إحنا في الفيضان الأول اللي حصل في سنة 2013 يعني كتير ناس ساعدونا ومدوا يد العون من مؤسسات من أشخاص من أفراد، وخسرنا خسائر كبيرة وفات على عدد كبير من المنازل وتهدم في البنية التحتية كثير من شوارع من عبارات ومن منازل، وفي ناس ترحلناهم من بيوتهم فاتت عليهم المية. ولكن السنة في هذا المنخفض بحمد الله ولطفه وبفضل المشروع اللي أنجزناه وبالنجاح اللي حققناه في هذا المشروع، قمنا في عملية الحفاظ على الجو العام في البلد أثناء المنخفض في 7 موظفين بس كانوا يتبعوا مواضيع الكهرباء والمي. كل المياه اللي سقطت أثناء المنخفض جرت من سياب تام، وبحمد الله وفضله ما خسرناش ولا إشي، وحتى الكهرباء ما قطعتش في البلد، وعالجنا كل المواضيع قبل ما يبدأ الفيضان. شكينا على العبارات وسهلنا الطريق اللي قبل واللي بعد المشروع، مما أدى إلى سهولة في عملية التعامل مع المنخفض اللي حصل في 2014، وهذا كله بفضل الله وحمده بمجهود الناس اللي ساعدونا في هذا المشروع وبمجهود البلدية وبمجهود أهل كباطي. في عندنا مشروع كبير اسمه برنامج تطوير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني، تمويل بقيمة 100 مليون دولار على مدى 5 سنوات، انقضى من المشروع حوالي 1.5 سنة لحد الآن. مشروع تصريف مياه الأمطار في كباطيا هو تم تنفيذه تحت هذا المشروع بتمويل تقريباً 5 مليون شيكل، أكثر ب
بقليل من 5 مليون شيكل نظرا للحاجة الماسة جدا وللضرر الكبير اللي حصل في قباطية قبل سنتين بالفيضانات اللي صارت. بلدية قباطية وسلطة المياه الفلسطينية تقدمت بطلب لمؤسسة أنيرة، احنا بدورنا قدمنا طلب هذا للوكالة الأمريكية للتنمية، اقتنعوا بضرورة تنفيذ المشروع ورصدوا الميزانيات اللازمة له، وقمنا على مدار الثمان أشهر السابقة الماضية بتنفيذ المشروع وانتهينا منه ب 25/12. تم تنفيذ مقطع رئيسي في القناة حسب طوله تقريبا 1.5 كيلو في أول قباطية من الجهة الشرقية، تم تنفيذه حسب أفضل المعايير الهندسية بالتعاون مع بلدية قباطية وأهل قباطية. نأمل إنه هذا المشروع يحل مشكلة فيضانات في بلدة قباطية لعشرات السنين القادمة، لأنه لما تصمم المشروع تم بناء على دراسات هندسية وحسابات وحجم من حيث حجم القناة ومقطعها وطولها وعرضها وإلى آخره. أما في أخبار الرياضة، فقد حسم منتخب اليابان تأهله وصدارته للمجموعة الرابعة، وذلك بعد فوزه على نظيره الأردني بهدف نظيف ليصعد إلى دور الثمانية. وسجل نجم ميلان هوندا الهدف الأول في الدقيقة 24، في حين أضاف تشينجي كاغاوا الهدف الثاني في الدقيقة 82. ونبقى في أخبار كأس الأمم الآسيوية، إذ حقق منتخب العراق فوزا مستحقا على حساب نظيره الفلسطيني بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما صباح هذا اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم التي تقام في أستراليا. أما في ختام نشاطنا الإخبارية، سنستعرض وإياكم حالة الطقس المتوقعة ليوم غد، إذ يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويكون الطقس مشمسا ولطيفا نهارا وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. مزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني الفجر tv.com. أطيب المشاهدة، إلى اللقاء.